قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا لا نمل من التذكير بحمد الله وشكره، ولقد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا أمل أيضا من التذكير بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، إذ الله قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير، وأستعين بالله للإجابة على هذه الفتاة الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: السلف يجري مجرى شطر الصدقة، المعنى يثبت، يعني الدين من أنظر مؤثرا المعنى يثبت عموما، الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18 ضعف لا يصح. إبراهيم أكثرت من التصدق في رمضان وأعطيت المرأة امرأة مبلغا بنية زكاة الفطرة، هذا يجوز؟ الأمر قد انتهى، وإلا فنفتي برأي الجمهور القائلين بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من قط أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب. وعلى هذا الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. ما حكم الصلاة في البيت؟ تأثم يا سفيان البنوري إذا تركت الجماعة لغير عذر، ولقد قال الصحابة كان لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. الأخت هبة محمد أو محمود: يرحم الله والدك والدينا والمسلمين، وعليك بالصبر والإيمان. صلاة التهجد في جماعة في العشر الأواخر، والرد على من قال بالبدعة. الرضي بدع سلف الأمة هذا القائل. اسأل أسئلة يا أحمد السيد، اسأل أسئلة تنفع المسلمين. ما صحة حديث أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؟ ثابت صحيح، ولكن لا يمنع أن تتوضأ بأكثر من المد. حكم تركيب الرموش، البعد عنها أولى لما قد يعتريها من الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. تريد التبرع بقرنيتها مقابل زرع قرنية لطفلها الصغير، ما حكم شراء قرنية؟ أنصحه ألا تفعل. هل يرجع أحد من القنطرة بعد عبور الصراط إلى النار بسبب ظلم العباد؟ ما في رجوع من القنطرة بسبب ظلم العباد، لكن ما يمنع أن يكون هناك عذاب بعد تجاوز القنطرة. المحيميد: القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، هل هذا حديث صحيح؟ لا يثبت بهذا اللفظ. وعليك السلام يا محمد بن رياض. حكم العلاقة الفاحشة عبر الإنترنت، هذا حرام بلا شك ولا ريب. كيف أتخلص من الوسواس؟ تعوذ بالله وارق نفسك، وإن كنت مريضا فأعرض نفسك على طبيب. إسلام: هل يجوز أن أذبح بقرة بنية الأضحية؟ ولدت مرة أو مرتين؟ يجوز أن تذبح البقرة التي ولدت مرة أو مرتين بنية الأضحية إذا توفر فيها السن، فالنبي قال لا تذبح إلا مسنة، والمسنة التي كسرت وظهرت لها سنتان مكان الأسنان اللبنية، وهي في البقر 5 سنتان فصاعدا، في الإبل 5 سنوات فصاعدا، في المعز 1 سنة فصاعدا، في الغنم 6 أشهر فصاعدا. محمد الشمي: حكم من قال لزوجتي إن ذهبت المكان الفلاني أنت طالق.
بنية التهديد، أرى أنه يكفر كفارة يمين، حكم تغيير جينات بعض الحيوانات والنباتات لإنتاج سلالات، عبر بلفظ لا تقل خلق، لإنتاج سلالات جديدة بلحوم أكثر. لا أرى من يعمل ذلك، والله أعلم. صحة حديث والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. في سنده علة، علة حديث ابن عباس في إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، العلة بالوقف. هل يجوز شراء بيتي بالتقسيط مع علم أنه لا يوجد بنك إسلامي؟ لا تشتري من البنوك، البنوك لا تملك، البنوك تدخل ممولة وتأخذ ما مولتهم على العائدة الربوية. هل يجوز تأخير ذبح العقيقة للولد؟ إن عجزت يجوز ذبح العقيقة في أي وقت، وقد عق ابن سيرين عن نفسي على الكبر. رضا الرحمن، هل أسمى أمانين، هل للوالدين الثواب في كل عمل صالح يعمله الأبناء؟ ليس عندنا نص ثابت يفيد ذلك. أبو عبد الله أبو خميس، هل ما يقال إن الإنسان يصبح في تعداد الموتى قبل موته بأربعين يوما؟ لا أعرف حديثا في هذا الصدد، وإن كان كلاما يتداول بين الناس. ياسمين، آخر وقت لصلاة العشاء، أقدر أنه الفجر، وإن كان في المسألة اختلاف. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الكراهة بعد منتصف الليل، وقت الفضيلة قبل منتصف الليل. أبو عمير المصري، ما صحة حديث من جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فله أجرهم؟ يثبت، ولكنه ينزل على الذي لم يتعمد التخلف. بوكي، محبك من كردستان، العمل هل هو أصل؟ يا كردستاني، احرص على ما ينفعك. اشرب قاعدا او واقفا؟ اشرب قاعدا الافضل، وان عجزت اشرب قائما، يعني الشرب قائما جائز مع الكراهة. النبي شرب قائما عدة مرات، لكن نهى عن الشرب قائما، لكن نهي تنزيه. أبو مروان، العشاء عندنا متأخرة، هل يجوز تقديمها؟ كيف تقديمها؟ لا يجوز أن تصلى قبل وقتها إلا للذي يجمع، لكنني ألفت النظر مرارا إلى وقت العشاء. وقت العشاء إذا سقط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس، إذا غربت الشمس بقي حمار في مكان غروبها، إن سقط هذا الحمار دخل وقت العشاء. ما صحة قصة وأد عمر بن الخطاب لابنة له في الجاهلية؟ لا تصح. حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب الجمعة؟ لا بأس بذلك، والأمر واسع. أريد شرح دعاء سيد الاستغفار، قلنا المقام لا يتسع لذلك. قلبك يتقطع على سوريا، اسأل الله أن يكشف عن أهلها الضرة. نسأل الله أن يكشف عن أهلها الضرة، وأن ينتقم من النصيريين وممن عاونهم. متولي، حكم السفر أكثر من 6 أشهر بعيدا عن الزوجة يكره إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. وأنصح الذين يذهبون إلى دول ويتركون نساءهم سنوات، أنصحهم بأن يتقوا الله في النساء، أنصحهم بأن يتقوا الله في النساء. هذا البعد الزائد يولد معاصي ومفاسد كثيرة جدا، فاتقوا الله في أزواجكم. هل يجوز الصلاة بالفتحة فقط وأنا في صلاة الجماعة وراء الإمام؟ يجوز. أحمد أبو الرب يقول، ما صحة حديث بريدة في اسم الله الأعظم؟ أراه معلولا، الذي هو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحديث معلول ولا يصح. ما معنى قول النبي شيبتني هود أخواتها؟ الحديث ضعيف الإسناد بكل الطرق، لكن شيبتني معروف الشيء، الآيات التي فيها آيات تخيف، فتشيب الشخص.
لكن على أي حال الخبر ضعيف. عندما تكون صلاة الجنازة بعد صلاة الفريضة في مسجد به قبر، نصلي الفريضة في هذا المسجد أم أؤخرها لأصليها بعد في مكان آخر؟ إن اضطررت جاز لك أن تصلي الفريضة في هذا المسجد وتصلي الجنازة، إن كان أمامك سبيل أن تصلي الصلاة الفريضة في مسجد آخر وتدرك الجنازة فهذا أفضل وأسلم لدينك. ما حكم طلب الزيادة في أسعار الدروس الخصوصية؟ البيان بالخيار، هذا أجير وهذا مستأجر، المدرس مستأجر، عفوا المدرس مستأجر والطالب يؤجره للتدريس له، فبالاتفاق. ما حكم الإضراب عن الطعام في سجون اليهود؟ لا أعلم للإضراب عن الطعام مستندا، بل الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والكفار لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة، فالذي يصنعه كثير من المعتقلين من ناحية الإضراب عن الطعام أمر لا أعلم عليه مستندا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولا أعلم صحابيا سلك هذا المسلك. وعندنا قصة خبيب ما أضرب عن الطعام وكان أسيرا لدى الكفار إلى أن ذبحوه. ما حكم اعتقال العلماء الربانيين؟ اعتقال العلماء الربانيين بلا سبب ظلم وإثم، ونسأل الله أن يجعل للمسلمين من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. صيام الست من شوال للنساء ممكن يخدم عن على صيام القضاء؟ نعم من الممكن. ما حكم من قال لك تقبل الله عند انتهاء الصلاة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول تقبل الله بعد انتهاء الصلوات، لكن إذا قيلت لك ستقول منا ومنكم. حديث الحسن مني والحسين من علي، الحديث بهذا اللفظ ضعيف. هل يجوز للمحرم أن يحرم بالتلفظ وبعد دخوله مكة يلبس الإحرام وما فدية؟ نعم يجوز، ولكن عليه إطعام ستة مساكين وذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. هل يصح حديث في الخروج من المنزل؟ ورد حديث في الخروج من المنزل إلى في طريق الذهاب إلى الصلاة عند مسلم في صحيحه. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمع نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا، اللهم اجعل لي نورا. أما حديث اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل وأضل أو ضل وأظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، حديث أم سلمة منقطع، فإنه من طريق الشعبية عن أم سلمة. هناك حديث آخر في صحته بعض النزاع، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصطفى خضر تبولت ومسحت بمنديل وتوضأت ناسيا أني لم أغسل وصليت. المسح بالمنديل جائز أيضا في الاستنجاء. ما الراجح في حكم من حج عن الميت أن له مثل أجره؟ اترك هذا الأمر لله، فلم ترد فيه نصوص تحدد شيئا. ما أولى زواجي أم الحج؟ وفي كلتيهما حاجتي؟ أنت بالخيار، إذا كنت شابا طواقا للزواج وتخشى نفسك الفتنة تزوج، إن كنت يمكنك الصبر وإن كنت حج أولا على حسب حالك. شمس الشموسة على كل أظن سؤالها متكرر. هل يجوز للمرأة الخروج أن تذهب إلى العمرة من دون محرم؟ الأولى لها لا. حكم عدية ياسين، يعني يقرؤون سورة ياسين على الظالم، لم يرد بها أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز شراء بيت بالتقسيط؟ مع العلم أنه أجبنا على هذا أنه لا يجوز من البنك. هل يوجد سحر لعدم الإنجاب؟ لا أعلم شيئا في هذا، وإذا أراد الله خلق نفس لن يمنعها سحر ساحر. أبو عرب أصلي صلاة الاستخارة ولا أعرف ماذا رد الله علي. ما يلزم أن ترى رؤيا؟ أنت صليت الاستخارة ودعوت بالدعاء، هو دعاء، اسلك السبيل الذي يرشدك الله إليه، لا يلزم أن ترى رؤيا منامية.
مع علاج الفطور تعوذ بالله من الكسل وصادق الصالحين. بعض الزبائن يدفع لهم شركات التأمين فواتيرهم، فهل يجوز لي التعامل مع شركات التأمين لهذا الغرض؟ السؤال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. حكم زيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. ما حكم من طلق زوجته بغير نية لأنه عصبي جدا؟ إن قال لها أنت طالق ويملك أمر نفسه ويملك أعصابه فالطلاق واقع، وإن فقد آلية التحكم في نفسه فالطلاق لا يقع. وشكر الله مجهودك يا إسماعيل بن عزام وحفظك الله. يقول ما حكم ما وقت صلاة الاستخارة بالتحديد؟ ليس لها وقت محدد، إنما إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ما فضل الصلاة على الرسول؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ما حكم الزواج العرفي يا محمد حمدي؟ إذا كنت تقصد بالزواج العرفي أن تلتقي بامرأة وتقول لك زوجتك نفسي فذاك باطل، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. أما إن كنت تقصد أن أباها يزوجك بمار وهي موافقة وهناك شهود لك لا تسجل في الحكومة فهذا الزواج جائز. ما فضل ما حكم أخذ قرض من البنك من أجل بناء مسكن؟ هذا ربا. جوهرة جوهرة وجزاك الله خيرا. حكم الرد مع من لم يبدأ بالسلام، يعني واحد ماشي ما سلمش عليك وتقول عليكم السلام ورحمة الله، اتركه أفضل إلا إذا كنت تنبهه بهذا على سوء خلقه وتنبهه على أن يسلم على المسلمين فحينئذ لا بأس بذلك. ما الفرق بين الصبح والفجر؟ هما واحد يا رشيد بن زيدان، وهذا السؤال تكرر. حكم اللجوء للكفار بسبب الحرب في سوريا، الضرورات تبيح المحظورات، وقد اتجه فريق من المسلمين في زمن الرسول إلى الحبشة. نعم كان النجاشي مسلما لكن كان القوم كفارا. فريد، هل الأموات يتزاورون فيما بينهم؟ لا يثبت في هذا الباب خبر. هل يجوز أن يقول الخطيب للناس يوم الجمعة صلوا على النبي أكثر من مرة؟ يجوز له ذلك، ما عندنا ما يمنع، لكن إن سألت هل ورد عن النبي؟ لم يرد عن النبي هذا القول في الخطب. رجل صلى العشاء والتراويح بعد 10 دقائق مات، هل يدخل جنة؟ أمره إلى الله، لكنه ختام حسن. هل يصح إن لبست الأشرب والجورب على وضوء أن أتوضأ بالعمل بالأمس على الأشرب من الخارج وعلى الجورب؟ أما الجورب فلا بأس، أما الشرب فالأكثرون من العلماء على عدم المسح عليه. يقول عاشر مرة أسأل وليد بن ممدوح، رجل يريد الزواج بثانية لأنه لا رغبة له في الأولى تماما، إلا أن الأولى تريد البقاء فقط لتربية أبنائها دون الطلاق، يفعل هذا أو ماذا؟ له أن يفعل ذلك. حكم شرب عقار الترامادول؟ لا يجوز. ماذا تقول؟ عفوا ننتقل للأسئلة فقط. ما حكم الامتناع عن تقسيم الميراث؟ هذا إثم وظلم إذا كان هناك من يطالب بحقه. زوجتي لا تطيعني وتستغل سفري في طلب الكثير من الأموال بالحق والباطل وفي النهاية تطلب الطلاق. طيب طلقها إن كنت تستطيع، إذا كانت تطلب الطلاق بالحق والباطل الحق والباطل وعجزت عن العلاج فطلقها مرة. صحة قصة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يتحسنوا بمجموعها. ويجدر أن أذكر بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من بني المصطلق فأظهروا الإسلام وأسلموا وذهبوا ورجعوا إلى بلادهم وجمعوا الزكوات وانتظروا وافد رسول الله يأخذ الزكوات منه. فأرسل الرسول رجلا، فكان بين الرجل وبين هؤلاء القوم في الجاهلية إحن، فرجع الرجل من نصف الطريق وقال يا رسول الله ما أعطوني الزكاة وأرادوا قتلي،
فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتسلع الجيش وخرج في الطريق. فبينهم كذلك القوم قالوا ما بال رسول الله لم يرسل من يأخذ الزكوات منا، تعالوا نحن نذهب إلى الرسول. فذهبوا إلى الرسول فقال لهم هممتم بقتل رسولي ومنعتم الزكاة؟ قالوا والله ما أتانا رسولك ونحن في انتظاره. فنزلت يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل الطرق فيها مقال لكن حسنت بمجموعها. هل يجوز الذهاب لصيانة المصاعد في الكنائس؟ ابحث عن عمل آخر، ابحث عن عمل آخر. ما حكم الدين في تجارة أدوات التجميل؟ لا بأس بذلك، ما حكم أن تنتمع الفراش زوجها إذا كان بدون سبب فحرام عليها ذلك. حكم ما صحة حديث قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة الجمهور على استحبابها، وإن كان الحديث الوارد في هذا الصدد في سنده معلول بالوقف على أبي سعيد الخدري لكنه لا يقال من قبيل الرأي. هل صح عن ابن عباس أنه قال بتخليد القاتل في النار؟ فهم هذا من كلامه، ابن عباس يقول في تفسير قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول مثل هذا القول. لكن الجمهور عارضوا ابن عباس في هذا لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحمل بعض كلام ابن عباس على أن القاتل في الغالب لن يوفق للتوبة، أما إن تاب تاب الله عليه. وعندنا قاتل المئة نفس سأل عالما، رجل قتل 99 نفسا فذهب إلى عابد، العباد يصلون ولا يفقهون الفقه، قال أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه، قال أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معه. فمشى في الطريق مات، فجاءت ملائكة الرحمة تقول نحن أولى به لأنه أقبل تائبا. جاءت ملائكة العذاب تقول هذا قاتل 100 نفس وما عمل خيرا، نحن أولى به. فأوحى الله إليهم أن يتحاكموا إلى أول عابر، فمر شخص قال قيسوا ما بين الأرضين إن كان أقرب إلى أهل الصلاح فهو من أهلها، فكان أقرب إلى أهل الصلاح بشبر فغفر الله له. والله يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يجوز رفع الدعاء في اليدين؟ نعم يجوز رفع الدعاء في اليدين. ما حكم الرجل الذي كان يسقي الماء في الغزوات وكان يؤثرهم على نفسه وسماه النبي الصادي؟ لا يصح هذا الكلام، لا بأس أن تحركوا. ما حكم من العلماء تعليم البنات أفضل أم زواجهن أفضل؟ على حسب حاجة البنت. رجل عنده 3 بنات وزوجة وكتب كل أملاكي بيعا وشراء لهن بغرض منع الورثة من الميراث، هل هذا يأثم؟ نعم يأثم. أبو ماريا الصح عندك أنك قلت يجوز الحيض مس المصحف؟ أقول إن الأحاديث التي وردت في منع الحائض من مس المصحف أو منع الجنب من مس المصحف أحاديث ضعيفة، يعني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر هو أصاب فيه الإرسال، أصاب فيه الإرسال. وأيضا الآية الكريمة وهي لا يمسه إلا المطهرون منزلة على الكتاب المكنون الذي عند الله المطهرون الملائكة. يقول أخو السائل كيف يوصف صحابي بأنه فاسق؟ ما وصفت أحدا بأنه فاسق، لكن صح بمجموع الطرق أن أو حسن بعض العلماء بمجموع الطرق سبب النزول. وأنا أقول لك يعني حتى بس تكون الآيات نزلت للعمل بها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة رضي الله عنهم من سرق، أليس من الصحابة من سرق وقطعت يده؟
أليس من الصحابة من زنى ورجم؟ أليس من الصحابة من حلف كذبا وبعد ذلك اكتشف هذا الحلف؟ في قصة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق إثما يعني حلفا كذبا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان. فكانت الشريعة تنزل في أقوام حتى كما يقول الناس باصطلاحاتهم يعرف كيف تطبق الآيات، تعرف كيف تطبق الآيات. وده أنت تعرف أن الفسق درجات، هناك فاسق بمعنى كافر وفسق دون فسق، سباب المسلم فسوق. لكن لا عموما أنا نقلت أن بعض العلماء حسن الأحاديث المجموعية، أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم لي كتاب مؤلف اسمه صحيح المسند في فضائل الصحابة، انتبه حتى لا تأخذ الكلام وتسلك مسلك أهل التبديع والطعن في العلماء. عندي بنتان كتبت لهما ميراثي من والدي، مع العلم لي أخوان محاكم الدين، ما حكم الدين في ذلك؟ في ذلك أنت كتبت الميراث للبنات من أجل أن تحرم إخوانك البنين، يعني عندك بنتان المفروض لهم الثلثان وللزوجة إن كان لك زوجة الثمن، يبقى ثلثان 16-24 والثمن 3-24 يبقى 5-24 لإخوانك الذكور لحديث الحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، فأنت تريد هلمان إخوانك فأنت ظالم. كيفية تربية الأولاد؟ ثبت السؤال، اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله واستنبط منهما كيف تربي الأولاد مع الدعاء. ولي كتاب مصنف في هذا اسمه فقه تربية الأبناء إن شئت، جمع آيات وأحاديث في هذا الصدد. هل لكل كبيرة حدا؟ لا يلزم، هناك كبائر ما ذكر حد لها كالاغتياب مثلا، ما ذكر أنه يقام على المغتاب حدا. أم أحمد، ما الأعمال التي تخفف من سكرات الموت؟ اسأل الله أن يخفف عنك من سكرات الموت، لكن ليس هناك نص أعلمه في هذا الصدد. هلا محمود، العفو عند المقدرة. بيقول الأخ سمير: لماذا لم تتجرأ وتصدر فتوى للجهاد في فلسطين ضد اليهود؟ يا يحفظك الله، يجب أن تفهم أن الجهاد في سبيل الله له فقه، وأن الجهاد في سبيل الله أيضا مقامات. الجهاد صوره متعددة، هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالسيف، صور الجهاد بالكلمة، صور الجهاد متعددة. أما أن تفعل كشخص أحمق يقول قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ويقول أنا أقاتل الصين الشعبية ولو بمفردي، حماقة. لابد من النظر إلى فقه الجهاد. افترض يا سمير، افترض أنك فرد واحد أعزل عن السلاح وأمامك 10 مسلحون معهم السيوف ومعهم المسدسات، هل تقدم على قتالهم يا سمير أم تتريث حتى تتقوى وتستطيع المجابهة؟ إن كنت تقول أنا أقدم على قتالهم فأراك أحمقا لا أسترسل معك في الأسئلة، وإن كنت تريد أن تقول أتقوى وأخطط كيف أهجم عليهم كيف أخذهم على غرة، فأنت أصبحت الآن تشاركني في أن الجهاد له فقه. أما ما يظهر من بعض الشباب يقول أنا أقاتل ولو وحدي وأقاتل دولة كالصين الشعبية، ليس فقه. لا، أنت فقط، وأنت افترض أنك ضعيف البنية، ضعيف البنية، ضعيف مريض وتعبان وضعيف،
وأمامك شخص هيولي ضخم ومعه سيف ولطم كلطمة، إذا لطمته لطمة مقابلة سيذبحك، ولكن تفكر كيف أنتصر من هذا الظالم. ممكن تروح تخطى تجيب عصابة تهجموا عليه وهو نايم، أي طريقة من الطرق. فالجهاد له فقه، ولذلك في العهد المكي ما أمر الرسول بالقتال أبدا، وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمر بالقتال، لا أنفي القتال، أنا لا أنفي القتال عياذا بالله، ولكن أقول للجهاد فقه وله صور، وله صور بارك الله فيه. عدوك يضربك بالمسدس وأنت تضربه بالحجر، هذا سوء فقه. بارك الله فيك يا سمير، ولنا معك موعد آخر. حكم تعلم المقامات في القرآن لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الصحيح لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 شهور أم سنة؟ لا، المتوفى عنها زوجها وهي عفوا، المتوفى عنها زوجها وليست بحامل عدتها 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فسنده عفوا فمنسوخة، الآية منسوخة. حديث يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل في سندها يحيى بن أيوب الغافقي، وهو سيء الحفظ، فلذلك اختلف العلماء فيها، بعضهم ضعفها من أجل الغافقي ويجدر التنويه عليها، تنويه عليها حتى يعرفها من لا يعرف، أن عمر كان يخطب على المنبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل رجلا يقال له سارية أميرا على غزوة من الغزوات، على سرية من السرايا، فوصلوا للدولة التي سيقاتلون فيها. فأثناء القتال، أثناء القتال كان عمر يخطب على المنبر وهم في دولة ثانية، فقال عمر يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية روح ناحية الجبل، تحصن بالجبل. سارية من على بعد مسافة دول، هو والجنود سمعوا كلام عمر يا سارية الجبل الجبل، فتحصنوا بالجبل فنصرهم الله، لكن أين عمر؟ ما هو موجود؟ فقال بعض العلماء هذه من الكرامات، أن يوصل الله صوت عمر من المدينة إلى المكان. فلما رجعوا الصحابة الذين في المسجد قال يا عمر أين سارية؟ أين سارية الذي تتكلم عنه وتخاطب سارية في دولة أخرى؟ فهذه القصة هي التي يسأل عنها الشخص، وهذه القصة في سندها يحيى بن أيوب الغافقي وهو سيء الحفظ، هل حفظها أو لم يحفظها الله أعلم، لكنه ضعيف على ما أختاره، لكنه ضعيف غير متهم بالكذب. ما صحة الأحاديث التي وردت في الحث على القبر 3 حثيات؟ أعرفها صحيحة، إيمان أم يوسف، أرسلت سؤالي ولم يظهر، أعيد السؤال ضروري جدا، هذا فقط. صحة حديث المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، الشواهد تصححه. محمد زيادة واحد حلف على زوجته بالطلاق ما تروح المدرسة، حلف وكان واعي لحلفانه، ما الحكم؟ وفتيه برأي الجمهور ليس برأي، وفتيه برأي فريق من العلماء، إن كان قد عقد النية على التطليق فالجمهور يقولون يقع طلاقه إن ذهبت، إن كان يهدد فيكفر كفارة يمين. حكم الذهاب للحج دون لبس إحرام لعدم امتلاك تصريح حج، إذا هللت من الميقات عليك 3، صيام 3 أيام، ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. ألا عمل النساء في مستشفيات مختلطة، إن كان هناك اختلاط بالرجال فأنصحك بالبعد عن الاختلاط، إن كانت هناك نبطشيات ليلية لا تذهبي لأن فيها فساد عريض، إن كان يمكنك الاحتراز بعيدا عن الرجال مع فئات من النساء فيمكن حينئذ
والكراهة موجودة. أب أوصى لأبنائه بأن ترد الأموال التي كانت ترسل له بآخر أيام عمره، علما أن قليل من أبنائه أرسلوا له فليجوز ذلك، يعني أبنائه أرسلوا له مالا وهو مريض، فقال إذا أنا مت ردوا الأموال إليهم. لا تمضى هذه الوصية لأنه تملك المال، فلما تملك المال أصبح المال ملكا له، فأوصى بشيء بعد وفاته لا وصية لوارثه ورثة. خالد محمد، هل الجواز نصيب؟ نعم الجواز مقدر، مقدر. هل الزواج يأتي بالرزق؟ قد يأتي بالرزق بإذن الله في الغالب، بإذن الله إن يكونوا فقراء أغنيهم الله من فضله في الغالب. يقول الخطيب في نهاية الخطبة اذكروا الله يذكركم، من المباح. حديث استغفروا لزيد بن عمرو بن نفيل فإنه يبعث أمة واحدة.
على القرء على الفرد بالصك وقيمته 1500. فما الرأي يعني؟ مش فاهم كلامه. وضح الكلام يا جنيني. يعني كلهم يجتمعوا في أضحية واحدة؟ لا ينظر قيمته 1500. مش فاهم كلامك. وضح يا سامي. كل أهل البلدة في أضحية واحدة؟ إذا كنت رسول الله، الرسول ذبح ذبيحة وقال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، وأخرى وقال اللهم تقبل من أمتي، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. لكن حديث توضأ بسم الله الزيادة فيها كلام يا صلاح. كريم قط، هل يجوز إخراج زكاة المال بنية زكاة المال للعام القادم إخراجها مقدم؟ نعم يجوز إخراجها مقدم. محمد أحمد جودة غالي الله يرحمه رحمة واسعة، هل لا يجوز يوم الجمعة بمفرده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. الأخت منى تقول إحنا بنقول نحن أحسن من إحنا، ربي لا أسألك القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يجوز أن تسألي ربك رد القضاء، فإحنا نحن في الحديث نقول قنا شر ما قضيت، وأنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. حكم الإشارة بالسبابة وعدم وضعها حتى الانتهاء من التسليم قول فقهي أحد الأقوال، وأن في الجمهور يقولون عند الشهادة. أحمد أبو كريم بيشتغل في تجارة، قل أشتغل في تجارة مش بشتغل دخول الباء على الحرف الجر، قلنا أنها لغة ركيكة لم يأتي بها نص. مثلا ما وجدنا في الكتاب العزيز باكل بشرب بنام بسافر، الباء هذه مع الفعل المضارع لم ترد. عموما أشتغل في التجارة في بلد عربي واستورد شغل من مصر، باخذ $1000 سلف وبرجعه دينار، هل يجوز بعد مدة؟ لا يجوز طبعا، تأخذ دولار وترده دينار بعد مدة، الدينار يعادل عددا من الدولارات، الدينار الكويتي خاصة، الدينار الكويتي يعادل، فكيف تأخذ دولار وترده دينار؟ هذا ربا. عندي أضحيتان ممكن بنية العقيقة والأضحية في نفس الوقت. عفوا ما هما؟ إذا كان بنتان تجوز التضحية عن كل بنت بكبش، إذا كان ولد وبنت يلزم ثلاث. بس تضحية أفهم السؤال ثاني، رجعوا لي يا إخوة لأن الأخ سائل. ماشي. حكم الراعي لترك الزوجة، ما المقصود بقوله تعالى وقولوا قولا سديدا قولا موفقا مصيبا للحق تبتغون به وجه الله؟ حكم قول ربي اغفر لي بين السجدتين عليه الجمهور. حكم حج العمالة جائز إذا أديت أركان إذا قمت بأركانه. حكم إجابة دعوة بطاقات الأعراس على حسب الأعراس وما فيها. يقول أنا أعيش في أوروبا وأشتغل عامل نظافة في مكان نصفه في مكان أنظف فيه الأموال، يجوز؟ هل النقاب واجب أختار الوجوب؟ شفرة قناة فك شفرة قناة ربنا اصبر سرقة النت، السرقة لا تجوز. حكم زيارة القبور يوم الجمعة، زور القبور في أي وقت. هل يجوز إهداء ختمة القرآن للحي والميت؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على خير، على طاعة الله وعلى مرضاة الله، اللهم آمين. وذكروا بأن نكثر من حمد ربنا ومن شكره،
فالشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، والصحائف تنور بحمد الله وتنور بذكر الله، والنقم والبلايا تدفع بحمدنا لله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واصل الشكر لإخواني البازلين معي من أوقاتهم وجهدهم ومالهم في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يسلمهم وأن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء، وأسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. هذا ودائما وأبدا أوصي بتقوى الله وبأن يتآخى المسلمون فيما بينهم، فالمؤمنون أمة واحدة والمؤمنون إخوة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يجوز أبدا أن نتفرق وأن نتشرذم، فهذه رغبة أعداء الله فينا. فأعداء الله يسلكون مسلك فرعون الذي جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. فعلينا أن نتآخى، ولا يجوز لنا أن نتعصب لدولة لكونها دولتنا، إنما نتعصب لديننا، ننتصر لديننا، ننتصر لديننا، ننتصر لديننا. أما الذين يقولون أنا صفتي كذا وبلدي كذا ويفتخر ببلدته ويفتخر بشعبه وبجنسه، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ختاما أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين.